أنا الأول كان المفروض أكمل معاكم الحقيقة الفعاليات اللي كانت بتتم وتكريم التكريم اللي كان بيتم، لكن خليني أقول أنا خرجت عشان حاجة مهمة، وخليني تبقوا أنتوا أول من عارف ده. أنتوا عارفين إن في مجموعة من الأشقاء الآسيويين مخطوفين في ليبيا، فطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا قدرنا نجيبهم من ليبيا. وهم دلوقتي وصلوا المطار، فكان لابد ان انا اكون في استقبالهم لان هم اشقائنا، ونقول لهم ان انتم اهلنا واشقائنا، لان الميه اللي بتنزل عندكم احنا بنشربها، ونشكرهم بالطريقة ديت، ونطمن أهلهم بدل ما نقدر نطمن أهلهم. أنا هبدأ كلامي بالكلمة الجميلة والرائعة للأستاذ الكبير فاروق جوادة، بيقول: يا ترى حلمك أكبر من طاقتنا، ولا همنا أكبر من قدرتنا؟ يعني مش كده؟ لا، حلمي أكبر من قدرتنا، ولا همنا أكبر من طاقتنا، أبدا. لا، إحنا بفضل الله سبحانه وتعالى، أصل حلمنا كله طيب، حلمنا كله طيب، بناء وسلام واستقرار وتنمية ورحمة، فلابد يبقى أكبر مني صحيح، لكن مش أكبر من ربنا سبحانه وتعالى. هيساعدنا. اوعوا يكون عندكم شكل كده، اوعوا يكون عندكم شكل كده. كل التحية ليكم جميعا، أنا سعيد بلقاكم، أهلنا في سينا و أبنائنا طلبة الجامعات المصرية، أهلا بيكم. وطبعا أهلنا اللي تم تكريمهم برضو كل التحية والتقدير ليهم. كنت أتمنى أكون واقف، لكن إن شاء الله. وطبعا التحية، كل التحية والتقدير للجيش والشرطة، كل التحية والتقدير للجيش والشرطة. والحقيقة بس مش بس يعني مش الجيش والشرطة بس، وكل مؤسسات الدولة المصرية. أنا مش عارف إحنا إزاي مش متأكدين، رغم الهموم الكتيرة صحيح، ورغم التحديات الكبيرة اللي موجودة صحيح، مش متصورين ان احنا قادرين كشعب ودولة ان احنا نتغلب عليها ونعمل مستقبل عظيم، مش بس لينا، لأبنائنا. هو إرادة 90 مليون قليلة ولا ايه؟ إرادة 90 مليون ابدا ابدا مش قليلة، وهي دي البداية اللي انا عايز اتكلم معاكم فيها بصراحة، او استغل الفرصة دي واتكلم من خلالكم لكل المصريين. أنا لاحظت أولاً أنا مجهز طبقاً للترتيب اللي إحنا قبل كده، إن إحنا قلنا نلتقي شهرياً، ده مش اللقاء الشهري، ده فرصة إن أنا في هذه المناسبة يعني إن أنا أتكلم معكم وأكلم المصريين، مش كتير، لكن عايز أقول أنا لاحظت خلال الفترة اللي فاتت قلق واضطراب وارتباك. ليه؟ أنتم متصورين إن الأذى والمشاكل اللي تمت
في 40 سنة. ده مين يقدر يخلصها في سنة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة؟ لا طبعا. انما احنا بنقوم بفضل الله بدورنا في المدة المقررة لينا، بنحاول نسابق الزمن صحيح عشان ندي امل ونأكد ان احنا قادرين. مش انا اللي قادر، احنا. وانا من الاول خالص قلت للمصريين، وكنت واضح معهم، قلت لكم يا مصريين اذا كان الموضوع مرتبط بينا لوحدي انا ما اقدرش اعمله لوحدي، هنعمله مع بعض، لان هو تحدي ما يخلص اللي بينا مع بعض. طب يا ترى انا بعمل اللي عليا؟ هقول بحاول اعمل اللي عليا، بحاول. طب يا ترى انتوا بتعملوا اللي عليكم؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بتعملوا اللي عليكم. ما هو في جزء انا بعمله وفي اجزاء انتوا بتعملوها، وده مش ملامه ولا حاجه، ده مش ملامة. انتم اهلي وناسي. انا عايزكم مش تبقوا معايا، انا عايزكم تبقوا مع مصر مش معايا انا. تحيا مصر، تحيا مصر. طيب، يعني انا عايز اقول ان احنا في اتفاق بيننا وبين بعضنا من الاول خالص، وصدقوني انا بتعامل معاكم على ان انا واحد منكم، مش رئيسكم ولا نظام. ارجو ان الكلمه دي ان كانت صادقه يصل صدقها اليكم. انا واحد منكم، كل هم انها تنجى، كل هم انها تفضل واقفه بس. يعني كل المستهدف من اللي بيتعمل ده 6-8، ما دام عايزين تعرفوا بقى. هو انا قلت لكم مره قبل كده من كام شهر، لما كل ما بيحصل حدث جلل اقول لكم القول الكلمه ديت، هو انتوا ناويين تنجحوا ولا ايه؟ 6-8 ده اول امل احنا حطيناه وهنشوفه، واللي هنشوفه ده جهد مين وعرق مين وفلوس مين كمان، حتى مين؟ المصريين، مش كده؟ الهدف اللي بيتعمل والبلبلة دي الهدف منها كده، مش حاجة تانية. ما يفرحكش، ما يريحكش، ينغص عليك حياتك. ما هو الشيخ إبراهيم و أشقائنا من سينا ممكن يفهموا الكلام ده قوي، لما قال إن إحنا كنا في 67، في كتير مننا مش هيعيشوا اللحظة اللي أنا هحاول أكلمكم عليها، هم عاشوها. وكتير مننا الصف الأولاني بس ممكن يكون عاشها كويس، أو الصفين عشان ما حدش يزعل، لكن الباقي اللي ورا ده ما هي بالنسبة له تاريخ. أنت لازم تعرف إن في الفترة ديت كان القلوب والعيون في مصر تبكي دم، القلوب والعيون في ذلك الوقت من 67 وحتى 73 كانت بتبكي دم. كان ظروف صعبة قوي، وكان الوجدان بتاع المصريين كله مجروح، والكرامة كمان كانت مجروحة. وكان في ناس بتقول ده المستحيل. أنا بحاول أقول للشباب اللي موجود من الجامعة، وحتى من شبابنا من الضباط ومن الشرطة والجيش، أنتوا اللحظة دي ما عشتوهاش، بس إحنا كنا بنقعد اليوم بيعدي علينا لمدة 6 سنوات نبص كده ونقول معقول؟ يا ترى في يوم حيجي وحنبقى احنا موجودين زي ما احنا موجودين دلوقتي؟ يا ترى الارض دي هترجع تاني؟ الكلام ده احنا عشناه، وكان فترة صعبة جدا علينا كلنا في الوقت ده. ولما الحلم ده كان حلم تحقق، تحقق بإرادة مين؟
بعرق مين وبجهد مين وبدم مين؟ المصريين. واللي احنا فيه ده دلوقتي صعب، ويمكن انتوا تقولوا معقول هنتجاوز ده واللي موجود والتحديات دي كلها؟ ايوه، بس بشرط. وده بأكده كل ما بتكلم مع حضراتكم في اي مناسبة، لما نكون احنا كلنا مع بعض، لما نكون احنا كتلة واحدة. طب والآخرين اللي هم مش عايزين يجوا؟ ربنا يهديهم. انا عايز اقول لكم حاجة في النقطة ديت. الأستاذ فاروق قال برضو، سألني سؤال واحنا في لقاء من لقاءات اللي زي كده، فبيقول لي يا ترى انتم هتعملوا ايه يعني؟ فقلت له الجيش مش انا، الجيش مش انا، لن يتخلى عنكم. عن مين؟ عن المصريين، اهله وناسه، ما دام دي ارادتهم. لن يستطيع احد ان هو يعني يؤسر إرادة الناس في مصر خلاص، ولا يحكمهم أبدا غصب عنهم. لازم تكونوا عارفين كده، ولازم كلنا إحنا جيش وشرطة نكون متأكدين من كده. إرادة الناس المصريين دي أول حاجة اكتسبوها بعد 25 يناير، وإحنا لازم نحافظ عليها، إرادتهم الحرة. اللي بيحصل برضو دلوقتي هو محاولة لكسر هذه الإرادة، إن هو بيقول له خلي بالك مش هتعيش في أمان وسلام إلا زي ما أنا عايز. عشان كده الجهد المطلوب منكم والعرق والدم اللي مطلوب منكم عشان الإرادة دي تفضل حرة، وخيار الناس واختيار الناس يفضل دايما حر. دي النقطة اللي أنا عايز أكدها وأسمعها لكل الناس اللي موجودة دلوقتي، وتبقى رسالة تصل إلى كل المصريين. مهم قوي إن إحنا نبقى متأكدين إن الحالة دي اللي موجودة والمحاولة إن إحنا نعمل بلبلة وإرباك هي مقصود منها إن الأمور ما تمشيش بالشكل اللي هي مترتبة بيه الأمور، يعني عرقلة، يعني عرقلة. وعشان كده أنا بقول لينا كلنا بقى، لكل مؤسساتنا، للجيش والشرطة والإعلام والقضاء، كل مؤسسات الدولة، الدولة المصرية وشعبها هو أمانة في رقبتكم كلكم وفي رقبتنا، فمن فضلكم حافظوا على هذه الأمانة. المنطقة اللي بتمر بظروف صعبة جداً، وبصوا كويس، كان كتير بيقول يا ترى ليه كنت قبل أثناء زيارتي للأشقاء في الكويت والسعودية والخليج والإمارات أقول خلي بالكم من بلدكم. عرفتوا ليه خلي بالكم من بلدكم دلوقتي؟ عرفتم. وبقول للمصريين وبقول للجيش والشرطة والإعلام وكل مؤسسات الدولة خلي بالكم من بلدكم. الأمر والأحداث اللي بتمر بالمنطقة خطيرة جدا، عايزة مننا وعي كتير وصبر كمان كتير وعمل كتير. أهالينا في سيناء كانوا بيتكلموا عن التنمية، والأستاذ فاروق برضو قال إن يعني التنمية لو كانت موجودة كانت أمور ما بقتش وصلت للي احنا وصلنا له ده، وده صحيح. بس احنا كمان التنمية اللي بنعملها وبنجري عليها برضو الى حد كبير لما خدنا يبقى في ارادة حقيقية عايزة تقوم بده. الحقيقة كانت كمان الحالة اللي موجودة فيها على الاقل في شمال سيناء بتؤثر وتعوق الى حد كبير. وحد مثال، ومن سنة وشوية قلت ان في طريق يتعمل من مدينة العريش لغاية رفح عشان يبقى حركة الناس عليه تبقى أريح، ثم بعد كده نمتد لغاية غرب القناة. الناس أشقائنا اللي هم تم المقاولة معهم من سيناء
لما وصلت لهم رسائل تهديد ما كملوش الشغل، ما كملوش الشغل. لما جينا نتكلم على يعني شيخ مدينة رفح الجديدة برضو كان في إشكالية في الموضوع دوت، فكان لابد، أنا بقول وأنا واقف قدامكم هنا، لأن لا يعوقنا عن ده غير إن إحنا الناس اللي هتشتغل تشتغل بأمان، مش كده ولا يا شيخ إبراهيم؟ مش كده؟ تشتغل بأمان، ما يبقاش النهاردة قاعد حد بيتحرك على طريق بيشتغل فيه أو بيعمل ترعة أو بيعمل ما بقاش متأمن أثناء عمله. فأنا بس حبيت أقول النقطة دي عشان أقول إن الإرادة والمشروعات اللي إحنا عايزين نعملها لأهلنا في سيناء، مش بس سيناء بالمناسبة، لكل مصر من أول أسوان لغاية إسكندرية. فاللي أنا عايز أقوله إن التنمية بس مش تنمية كمان في إن إحنا نعمل مشاريع، لكن كمان بناء الوعي وتشكيله، دي مشكلة دولة ومجتمع، مش مشكلة بس الشعراء ولا المفكرين ولا المثقفين الحقيقة، لا دي مدرسة وجامع وكنيسة وبيت. لما ده يبقى كلهم مع بعضهم بيتحركوا وبيتناغموا رسالة واحدة، الهدف منها إنها تعمل وعي حقيقي، وعي صادق، يعني وعي صادق، وعي مدرك، وعي مسؤول. أنا أتصور إن أي مشكلة تانية سهلة. هقولها مرة تانية، لو إحنا استطعنا إن إحنا نعمل وعي حقيقي صادق وأمين ومسؤول، أي مشكلة هتقابل مصر هتبقى بعد كده أمرها بسيط. لكن الحقيقة إحنا محتاجين نشتغل في الوعي والبشر وعقول البشر ووجدان البشر كتير قوي قوي. مهم قوي ان انتم يعني تبقوا مدركين ان في جهد كبير بيتبذل، بس يا ترى الطريقه اللي احنا بنتعامل بيها مع ازمتنا ومع حتى اخطائنا، هل الطريقه دي هي الطريقه الرشيده الحقيقيه اللي ممكن تطمن اللي بيشتغل انه يكمل شغل، وتطمن اللي بيخطئ انه هو ممكن يعني يصلح اخطائه بدل ما يخبيها، او ايده هتبقى مهزوزه قوي لو انت كل شويه قاعد تبص عليا وقاعد تنتقدني وتقول لي انت ما انتش كويس، انت ما انتش نافع، انت ما انتش. طب خلاص بقى، لما طلبة تعرف ده اكتر، لما الاب يفضل يقول لابنه انت ما انتش نافع ولا البنت ومش هتنجح، مش هتنجح. لا لا، بفضل الله سبحانه وتعالى، اصل احنا ملناش خيار تاني غير النجاح، النجاح النجاح، لازم تكونوا متاكدين من كده. بس انا بقول الحاجات الملاحظات ديت عشان تحطوها في الاعتبار، في الاعتبار. و الدعاء بتاع الشيخ ابراهيم وهو بيقول يعني ربنا يلبي طلباتك وما يحوجكش، صحيح. يا رب يا مصريين ما يحوجكم الا ليه هو بس، ويغنيكم من فضله. وده امر يسير عليه، امر يسير عليه. احنا قلنا ان هم المستهدف ان فرحه 6 8 والامل اللي بيطلع ده، وان المصريين قادرين ان يعملوا مشروع في سنه بدل 5، نبتدي نحاربه من دلوقتي ونعمل حاله جوه البلد صعبه من دلوقتي. لما نيجي نتكلم على في الفقره اللي الشؤون المعنويه قدمتها عن وقالت ان في 6 انفاق هيتعملوا، 6 انفاق دول ده في نفق واحد اتعمل في سنوات طويلة، في سنوات طويلة. انت بتتكلم في 6 انفاق بتحلم وهتحقق بفضل الله حلمك في 2 سنين. يبدأوا من امتى؟ من شهر 9 اللي جاي. طب ليه؟ لما تيجي المعدات من المانيا وتبتدي نشتغل. انا بقول 2 سنين، لكن انا هشوف بس الدنيا لما هتبدأ ازاي.
يعني اهالينا اللي في سينا، اوعى تكون مش واخد، اوعى تكون فاكر ان انا مش واخد بالي ولا مرتاح ان انت لو عندك حاجه عايز توديها او مصلحه عايز تعملها غرب القناه على الضفه الثانيه، يعني انت مش عارف تعملها كويس. اوعى تفتكر بس ازاي احل المساله، لازم تكون عارف كده. اوعى تكون فاكر ان انا مش واخد بالي انك انت بتعاني. وانا مش بقول لك كلام عشان انتم موجودين اطيب بخواطركم، لا والله، لا، انا ان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني طاروا ذلك، يعني طاروا الصدق والحق اللي انا لا انا متاكد وشايف ان انتم بتعانوا وحاربتوا 67 و73 وقبل كده في 56 وبتحاربوا معانا المعركه ديت. دي مصلحة قومية إن سينا تبقى متعمرة ويبقى فيها الناس عايشة في أمان وسلام وتلاقي شغل كبيرها وصغيرها. بس إزاي؟ في عمر الدولة بتاخد وقت. ولما قلنا للفريق أسامة إن في 10 مليار برضو المطلب اللي اتقال إن هو القوات المسلحة تبقى هي اللي تقوم بهذا الدور، صحيح، بس مش بتقوم بيه عشان أجهزة الدولة ما تقدرش تقوم بيها، لأ، ولكن لأن القوات المسلحة، لأن المنطقة حيوية وهامة وفيها مخاطر كتير، فيبقى لازم اللي بيتولى الأمر ده مسؤول عن الموضوع دوت. فأنا بس عايز أطمنكم إن إحنا من غير ما تكلمونا والله إحنا حاسين وعارفين كويس إن أنتوا بتتألموا، وألمكم يؤلمنا وجرحكم يجرحنا، لأن أنتم أهلنا. الكلام ده مش بس لسينا، لكل المصريين. في حاجات بتتعمل دلوقتي شغاله بسرعه كده برضو على سينا ما دام اتكلمنا عنها. يعني احنا بنتكلم على المرحله الاولى من المدينه الاسماعيليه الجديده، بنتكلم على التخطيط اللي خلص. صحيح هو في شرق التفريعه، هو شرق، بس دي مساحه ارض ضخمه جدا جدا، بتجهز وبيجهز لها قوانين تخرجها ورا بعيد عن كل الاشكاليات تحت مظله هي قناه السويس، عشان تتعمل التصور اللي احنا حطيناه لها يتعمل. وفرص العمل هتبقى مش بس للوادي، لا، ده لينا كلنا، ده حجم عمل ضخم كبير. ده هنا بس، لا، احنا بنتكلم على مزارع سمكيه، وانتم عارفين ان احنا ابتدينا نرتب دلوقتي البرداويل بالشكل اللي تستعيد بيه قدرتها مره تانية، ومزارع سمكية مرة تانية هتشوفوا إن شاء الله هنفتتحها إمتى. ثم التوسعة بتاعت مصانع الأسمنت والرخام وغيره. بس أنا مش عايز أتكلم كتير عشان الأشرار، عشان إيه؟ أهل الشر. صدقوني أنا في كلام كتير ممكن أقوله، والكلام ده كويس، بس انا عارف ان اهل الشر بيسمعوا الكلام وييجوا على الحاجه الطيبه اللي بنقولها وعايزين يحرقوا قلبكم وقلبنا عليها. خلي بالكم، احنا عندنا قضيه صعبه جدا توقفوا كثيرا امامها. اللي بيقدر يقتل ويخرب ويدمر وينغص حياه 90 مليون بيعمل وهو فاكر ان هو بيقرب من ربنا. يا ساتر، انت كده بتقرب من ربنا ولا كده بتسيء لربنا؟ انت كده بتعظم دينك ولا كده بتسيء لدينك؟ هو دين أمان وسلام مش كده؟ احنا خليناه ايه؟ احنا ما خليناهوش كده. فلو قلنا كل حاجة وترتيباتنا ايه وتخطيطنا ايه، أهل الشر هيزعلونا ويزعلوكم. فمش كل حاجة بتتقال، لكن بفضل الله احنا متحركين وهتشوفوا احنا ناويين على ايه. انتم بتطلبوا مني وده من حقكم، بس كمان انا بطلب منكم
ومش هقول ده من حقي، ده من حق الوطن مش حقي انا. اطلبوا مني زي ما انتوا عايزين، ولازم تكونوا متاكدين ان بجد يعني دمي وروحي عشان خاطر بلدنا والتسعين مليون. صحيح في ناس يقول لك انك انت تقتل في سبيل الله، وانا لم اقتل في سبيل احياء 90 مليون، ربنا ما يقبلنيش، وحماية 90 مليون، وعدم تشريد 90 مليون. انا بقول الكلام ده مش ليا بس، انا بقول الكلام ده للجيش والشرطة. اوعى تفتكر انا برد على كلام ممكن تسمعه. انت بتموت عشان غيرك يحيا، من احياها فقد احيا ايه؟ الناس جميعا. اوعى تتصور انك انت لا لا لا، ده حاجة كبيرة جدا جدا انك انت ما يبقاش المصريين لاجئين يعيشوا في معسكرات، ما يبقوش المصريين مهددين. عشان كده الدور بتاعكم عظيم جدا جدا. فعايز اقول مهم قوي ان 90 مليون نحميهم ونساعد ونبني. وارجع تاني للكلمه اللي بقولها، يا ترى هل ده وقت المطالب الفئويه؟ يعني انا بسال، احنا اتفقنا قلنا ان احنا محتاجين، ظروفنا كتير صعبه. هو انا النهارده لأبنائنا وأشقائنا في مصر للطيران، وأنا بقولها بالاسم كمان، هل أنت النهاردة تعتقد أن أنا ممكن أخفف وأساعد في ظروفك وأنا مش شايف أنك أنت مرتبك ودخلك مقارنة باللي زيك في دول أخرى أقل؟ لا أنا عارف، بس أنا عايز أقول لك برضو، يا ترى أنت ما تسعدش بأنك تحمل كل مصري أو أي إنسان آخر وتوصله في طيارة أنت بتاخدها بأمان وسلام لدولة تانية؟ هو ده مش تمن ممكن أنت تعتبره تمن إضافي؟ ولا مش كل حاجة بناخدها في جيوبنا؟ لا، أنا بقول الكلام ده ليه؟ ومش بقوله بس الحقيقة لمصر الطيران، بس أنا جبت مصر الطيران مثل. هو إحنا مش اتفقنا ان احنا هنبذل جهد احنا هنبذل جهد لمده سنتين مع بعض، وهنشوف الوقعه اللي احنا واقعين فيها دي، او نبقى واقفين نرجع نقف تاني، وبعدين نبدا نتحرك تاني، وبعدين نبدا نجري تاني، ولو ربنا قدرنا نقدر نقفز تاني. مش هو ده الكلام؟ طب انا خلفت حاجه؟ انا خلفت حاجه معاكم؟ فانتوا كمان يعني زي ما انا بحاول اكون على قدر كلمتي، أرجو أن الكل يبقى على قدر كلمتي. صعب جدا لو ما تعرف أن الظروف الاقتصادية اللي بتمر بها البلد، صدقني. طب هي ما سألت السؤال، هي مصر الطيران بتكسب ولا بتخسر؟ ما سألت، مالكش دعوة؟ مش هي دي جزء من مصر برضو؟ هي بتكسب ولا بتخسر؟ وهي مصر الطيران مش جزء من مصر؟ يعني مش مهم يعني، وهي ما بتموت اخد منها برضو؟ انا بسيب الكلام ده لكم كلكم، وانا عارف ان انتم كل من بيسمعني في اي مؤسسة او مصنع، ده وقت ان احنا نتحمل فيه ونصبر فيه مع بعضنا البعض، عشان نقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نعبر الأزمة اللي احنا والتحديات اللي بتواجهنا. صحيح في مشكلة، أو في مشكلة خاصة بالأسعار، وأنا كنت قلت إن إحنا هنعمل إجراءات عشان نظبط بها أسعار، أو ما تبقاش التكلفة المالية على المواطن البسيط تكلفة كبيرة بقدر الإمكان. كل الجهود اللي بتتبذل في إن إحنا نقدر نجيب من المواطن الريفي اللي في من غيطه من الحقل بتاعه، عشان نجيب في رحلة واحدة وتصل إلى
المستهلك ونوفر خطوات كتير على مستوى الدولة بتاخد فترة كبيرة. يعني عشان أعمل طريق يخليني أقدر أمر على معظم مناطق الدلتا والصعيد، عشان أقدر أبقى قريب من الريف المصري سواء كان في الدلتا أو في الصعيد، كنت محتاج أعمل شبكة طرق. هي معمولة عشان حاجات كتير، لكن منها عشان أقدر أضبط الأسعار. عشان أعمل ده كنت محتاج أعمل حملة يعني وسيلة نقل ذات كفاءة عالية تقدر تعمل ده، عشان أقدر أعمل أخلي الرحلة تبقى من الغيط للمواطن. يعني مفيش تجار كتير ومفيش خطوات كتير في الطريق، كان لازم أعمل منافذ بيع سواء كانت للدولة أو حتى للقطاع الخاص عشان أعمل ده. طيب أنا عايز أقول حاجة، إحنا بنبذل جهد في هذا الموضوع ومتحركين فيه بكل بقوتنا من قوة. طيب هو برضو مش الكلام لينا كلنا يا مصريين؟ هو البياع اللي بيبيع مش مصري وبيبيع لأخوه المصري؟ طب هي أجهزة الرقابة اللي بتاعت الدولة مش مصريين؟ وأدائهم ده مش هينعكس على ضبط الأسعار؟ أنا بنتكلمش على أن احنا نخاطب الناس فقط بالقيم والمكارم لكن احنا بنتكلم كمان أن في دور كبير لينا كلنا مع بعضنا، احنا كمواطنين، احنا كأجهزة، احنا كدولة. احنا بنحاول كدولة بنحاول، لكن مش معقول هقدر أحل المسألة اللي دول كتير عشان تظبطها خدت سنوات وجهد كبير. فاوعوا تتصوروا ان يعني احنا مش هنبقى مستعدين خلال الفترة اللي احنا فيها واللي جاية لضبط الأسعار. كل مشكلة موجودة لوقود، لطاقة، لبوتاجاز، كل دي مشاكل كانت موجودة بقالها سنين طويلة وتفاقمت خلال الأربع سنين اللي فاتوا كمان، عشان نقدر نعيد مرة تانية انضباطها بشكل مناسب مش بشكل جيد، عايزة جهد ووقت وعمل، وأرجو إن ده يبقى وصل لنا كلنا. مرة تانية أنا عايز أأكد معاكم كلكم إن إحنا المصريين مع بعضنا البعض هنستطيع إن إحنا نحقق الأمل والحلم اللي كتير بيعتقد إنه غير قابل، لا قابل، والإرادة قوية إن شاء الله. وأنا متأكد إن إحنا مرة تانية وبفضل الله هنقدر نحقق كل اللي إحنا عايزينه. بس يا ترى كمان أشقائنا في الحكومة وأشقائنا في الإعلام، من فضلكم مهم أوي إن إحنا القضايا اللي بنطرحها على الناس، القضايا اللي بتطرح على الناس، القضايا دي في منها قضايا يعني لا تليق إنها تخرج أبدا أبدا وتطرح في الإعلام. في قضايا كتير بالناس بتتكلم فيها وبتعمل منها حكاية. إحنا أكبر كتير وعندنا قيم ومبادئ أكبر كتير من إن إحنا نطرح موضوع زي كده وكأننا كلنا يعني. خلي بالكم، لازم تكونوا واخدين بالكم، أنا بتكلم مع جيش الشرطة، أنتم مستهدفين، والاستهداف إن أنا أوقع بينكم، بين الجيش والشرطة، وبين الجيش مع الجيش، وبين الشرطة مع الشرطة. أقول تاني، ما هي دي العمدان، دي الإيه؟ العمدان. وعشان كده من فضلكم القادة، مش بس القادة، على مختلف المستويات، لو سمحتم وعودوا مع ناسكم وتكلموا معاهم ووعوهم ان هم في محاولات لاختراقكم، في ناس بتحاول يعني تستغل عايزة تعمل اختراق من الفصائل ديت ليكم. انا بتكلم على الجيش والشرطة وهي اجهزة اخرى، بس الجيش والشرطة اخطر ان حد يستهدفهم ويحاول يخترقهم. يبقى واحد مننا قاعد معانا وهو مش معانا، ما ينفعش.
انا بدات بالجمله الاولانيه ان احنا لازم من الاول نبقى كده، وعشان كده انا بشكر سياده الفريق صدقي والسيد وزير الداخليه على اللقاءات دي، وتتكرر على مستوى المديريات وعلى مستوى الاقسام وعلى كل المستويات، ده يزور ويتقابل ويسمع ويتكلم. ولازم احنا نبقى دايما كده، مش بس الجيش والشرطه، بس انا بقول الجيش والشرطه عشان هم اهم حاجه دلوقتي في حمايه مصر. حمايه مصر لازم تبقوا كده، ثم الشعب المصري كله يبقى كده، غير كده ما تقلقوش بقى. انا بدي رسالتي للمصريين الاخيره خالص، طول ما المصريين على قلب رجل واحد، لا في تحدي داخلي ولا تحدي خارجي، لا هيقدر يعني ينال منا، مش هيحصل. انا ارجو اني ما اكونش اطلت عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل التحيه وكل التقدير لاهالينا اللي موجودين في سيناء، ولشباب مصر اللي موجودين معانا، والاسر والشخصيات اللي تم تكريمها، والضباط الجيش والشرطه. شكرا جزيلا.